والدي يعني فقد نظره دفعة واحدة، يبدو أنه جلوكوما يعني وضغط شديد بالعين، صار ما يشوف. وصارت الحياة طبعا يعني مزارع وصار ما يشوف، وش يسوي؟ هو فلاح، ما هو مزارع الناس تشتغل وشيء يعني على المستوى التجاري اللي نقول يخدم. فاللي صار صارت يعني سنتين من أصعب السنين اللي مرت على الأسرة. جدتي اللي هي أم أمي بمكة تزوجت، وطبعا زواجها اللي بعد والد أمي بعد ما توفى، وجلست بمكة وتوفى زوجها. فالوالدة قالت الوالدي أنا أبروح الحج أحج وأشوف أمي. فقال لا انتظري، ها من هنا إلى بعد الحج أصير أنا شفت ناس عندنا شيء يسمونه المغارسة. يعني المغارسة وإيش؟ إنك تجي أسلمك البستان، النخلة اللي تموت تبي تزرع أنت بدالها، وبقية الأرض تستغلها كما تشاء، فواكه خضار أعلاف، فهذه يعني يسمونها مغارسة بالقصيم. طبعا في النهاية لقى من واحد ووقع هو وعقد وكل هالحكي وانتهينا ذي، وصف زي ما تقول الشركة، الحمار الله يعزك باعه يعني في النهاية صفى كل شيء ورحنا المكة.